ودعا فضيلة الشيخ القطان خلال خطبتي وصلاة الجمعة الجميع إلى الدفع باتجاه التنمية والتطوير والتحضر ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي توافقت وأجمعت عليه كافة الأطياف لما فيه مصلحة الوطن. وإننا من خلال هذه المناسبات الكريمة ندعو الجميع كلا من واقع مسؤوليته إلى الدفع باتجاه التنمية والتطوير والتحضر والحفاظ على أمن البلاد واستقراره والحفاظ على أمن البلد واستقراره وعدم الوقوف حجر عثرة أمام المشروع الإصلاحي الكبير الذي أرساه جلالة الملك حفظه الله ورعاه والذي توافقت وأجمعت عليه كافة الأطياف. ونخص بالذكر العلماء والمفكرين والمثقفين والسياسيين والخطباء ونواب الشعب والقائمين على الجمعيات والمؤسسات، إذ ندعوهم جميعاً إلى القيام بواجباتهم تجاه الوطن والمجتمع ومواصلة النصح والإرشاد والإصلاح بالحكمة والموعظة الحسنة والعمل على ترشيد الخطاب الديني والسياسي ونبذ الطائفية والإرهاب والعنف وتحكيم الشرع والعقل وتصحيح الفكر المنحرف لدى بعض الفئات الطائفية المتعصبة